كان متأخر خالص ولسه هي ونص الكمية بتاعت الزيت ولسه باقي الزيت ما اتصرف. النقص معاك في الزيت بس. طب وبالنسبة للسكر والرز؟ السكر برضو كان فيه 4 أكياس ناقصين بالنسبة للتوين بتاعي انا شخصيا يعني. باخد 12 كيس اعطوله 8 وبيقول ليك 4 تاخدهم لما يجي. لا الرز مش حلو فمش بناخده مش برضه. بصراحه غير يعني ما يلفش بيستعمل اداه بصراحه. يعتبر من كبر الوزاره التموينيه وزاره التموين. المفروض يوفروا لنا السلع النظيفه كمان. لما قبل كده جابوا لنا المكرونه تعتبر 3 اكياس مدعمه ومفيش فلوس بتدفع بس المفروض الاكياس دي تستمر معانا. ويلغوا الرز دوت اللي هو وحش ويجيبوا لنا رز كويس. السيد الوزير بس ما هو ده كان موفر حاجات كتيره وكان هيعمل حاجات كتيره بس ما نحكش يعني. كان يوفر عدس وكان يوفر فول كان يوفر رز كويس لكن للاسف الشديد. وبعدين تموين مفيش تموين زي الناس اللي هم كيسين سكر للفرد وزاز الزيت ورز يعني كيس كيس ونص او كيسين رز يعني حرام يعني. طب وجودة السلع نفسها؟ لا جودة السلع برضه مش زي كل مرة. الرز كان السنة دي الشهر دوت مش قد كده. لكن احنا طبعا بنجيب تاني بنستعمل كتير يعني فبنجيب تاني بنشتري شاي بنشتري سكر بنشتري رز بنشتري زيت برضه بنشتري ما بيكفيش. رحت اصرف في التموين الشهر اللي فات بيد نص الكمية بيد نص الكمية فما بيكفونيش كأسرة فيعني ما اعرفش ايه العمل او مش فاهمة ايه. مش مشكلة والسلع موجودة عادي حتى الحاجة اللي تتأخر بيجي المواطن يسأل عليها تاني برضه وبياخدها برضه بالكاد. لو في حاجة اتأخرت بيجي ياخدها تاني. عاملين مكتب اللي له حاجة مثلا باية يسأل عليها برضه بس لازم يروح مكتب التموين الأول يشوف السلع مثلا ناقصاها بيجيب ورقة منهم مثلا إن أنا ما خدتش كذا أو كذا لأن عشان تجيبها على الكارت نفسه ما تعرفهاش. عشان اجيبها على الكارت نفسه ان هو خد ايه وما خدش ايه دي ما بتبانش فلازم يروح البريد يشوف. في ساعات مثلا بتبقى حاجه تنقص رز مثلا بتاخر شويه بيجي زيت برده بتاخر بيجي كده لكن السلع ان شاء الله بتيجي. هو شهر 6 وشهر 7 لخبطين شويه انما شهر 8 ماشي مظبوط حاجته كلها كانت موجوده لغايه اخر يوم في الشهر.